في سجن وكذلك الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياك الله حياك الله. الله يحييك. لا تكون مشغول شيخ؟ أبدا سلامك الله. جزاك الله خيرا. طيب عندي أسئلة كثيرة فإن شاء الله تعالى أصبر معي بإذن الله. طيب السؤال الأول، هل يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة الباغية إذا هي أسلمت وتابت؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يجوز للمسلم أن يتزوج الزانية إذا تابت من الزنا وأقلعت عن هذه الفاحشة، فتكون بعد ذلك محصنة مسلمة لا يمتنع من نكاحها. نعم بارك الله فيك.